مع دخول غزة عامها الدراسي الثاني بدون مدارس، فإن معظم أطفالهم محاصرون في مساعدة لأسرهم في النضال اليومي من أجل البقاء وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة. وحرم بالفعل 625 ألف طفل في سن الدراسة في قطاع غزة من عام دراسي كامل تقريبا، وأغلقت المدارس بعد أن شنت إسرائيل هجومها على المنطقة، كما تضررت أكثر من 90% من مباني المدارس في قطاع غزة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي. الواحد اللي قدنا زي هيك بيكون بيقرا في دول تانية، بيقرا بيتعلم، احنا لا، احنا بنشتغل اشي فوق طاقتنا، يعني بنقدرش الى هذا العمل، غصبا عنا بنشتغله عشان نجيب يعني لقمة العيش. عندي غضروف مصاب حرب 2014، يعني مصاب حرب وعندي غضروف، بقدرش اشتغل لحالي، فبنطر اشغلهم الصغار وعلى عيني، يعني بعيط عليهم وانا بشوفهم، اليوم كلهم مزعات، الليل بناموش، بضل يتقلبط الليل من التعب والشقا، بناموا من المغرب، بناموا برتموا على فراش زي الميت الواحد فيهم من التعب والشقا، وديهم بعيطوا من ايديهم ورجليهم كلهم مزعات، بس ما عنديش وسيله يعني اروح نشحت في الشوارع. مستقبل الاولاد ضاع، لا في قرايه ولا تعليم، هلقيت الاولاد تعال القرا السنه اللي فاتت راحت السنه نسي كله، اصلا حيعيد لو بده ترجع المدرسه حيعيد من اول وجديد. بدل ما يكون انه تفكيره في تعليمه وفي قرايته وايش بده ياكل لما يكبر ايش بده يصير، صار انه على قد تكيه يوفر اكل لعيلته، يعبي قنيه ميه، يلم له ظرف نايلون عشان يولع نار، هاي بس صار عملهم في الحياة. الوضع اللي احنا بنعيشه عبء على الأب وعلى الأم وعلى الطفل وعلى كل شيء في الحياة عنا مفقود، يعني الناس يأساني من حياتي، يعني الموت أفضل إنا من نعيش اللي احنا فيها، هذا الحياة من الآخر اليوم، الكل بعاني من التشرد ومن قلة النوم، والله ما بننام يمكن 10 دقائق في الليل، تسمع خبطة هان، انت وانت نايم بتفكر عندك موت انت وأطفالك في دقيقة.